هاي العزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. نعايدك يا عساك دوم تفرح. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا لا راضوك، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسر لا لا راضوك، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية وجاوب صح، فكر وربح فكر وربح. دائما عندما يقولون حق واحد والله فلان متجبر ولا متسلط، زين دائما يطرون يعني يبون طاري فرعون. السؤال، تعرفون ما معنى كلمة فرعون باللغة العربية؟ فرعون أنا ما أعتقد واحد من ملوك مصر يطلق عليه فرعون، إله على ما أعتقد. هو هذا فرعون، هو من الشسكين. احنا نبي اسم، يعني اسم فرعون ما معناه باللغه العربيه؟ يعني قلت انت ملك في مصر، هذه اجابه صحيحه، ولكن احنا نبي المعنى. فرعون شنو معناتها؟ فرعون والله تنسم واحد مره والله ما ادري هذا اله اله يمكن. اسالك وانت تاكل، تعرف شنو معنى اسم فرعون؟ فرعون هذا ملك مصر. نتكلم على الأهرامات اللي بنوها الفراعنة. أنا قررت أشيل الأهرامات كلهم، بوديهم ثلاثتهم، وأحط هذا العود وأحطه في المهبولة، وهذا الصغير بحطه في العرضية، وهذا الصغير مشرف. متكبر. عندنا سؤال يقول ما معنى اسم فرعون؟ متسلط يعني؟ قال المتسلط. أنت شنو رأيك؟ خالد. الخالد يعني. خوش، إجاباتهم خطأ، أنا مهدنا لك الطريق. الملك الجبار. فرعون يعني مثلاً يكون مثلاً واحد غني ومتسلط على الناس، مثلاً يكون يعني زين. شو تقول أنت؟ فرعون ظالم يعني. فرعون الظالم. زين، تعرف أخوي شنو معنى فرعون باللغة العربية؟ كان الطاغوت المتسلط. ها؟ الطاغوت المتسلط. سؤال، تعرفون ما معنى كلمة فرعون باللغة العربية؟ لا والله. لا والله. فرعون. والله ما أدري عنه. ما أعرفه. يمكن فرعون اللي يملك مثل مال وجاه وكذي ويتسلط على الناس. يسمونه فرعون مثلاً. زين، هذه الكلمة المتداولة بين الناس، نبي معناه الأصلي لكلمة فرعون باللغة العربية. يعني لا تقول الكلام اللي قاله. عربي ما أعرف تكلم بعد. عربي ما أعرف تكلم، إحنا لغة عربية بعد. ماكو والله ما أدري خوي. شو تقول؟ والله ما أدري. فرعون. شو تقول أنت؟ والله ما أدري. متسلط يعني؟ شلون؟ متكبر أو متسلط على الناس. فرعون الله يسلمك. هي طبعاً جاية الظاهر من مصر فرعون. هبة النيل مصر أرض الحضار، وسماء زهت بألف منار. فرعون معناته يمكن الغوي. القوي. الغوي. فرعون يمكن فاهم كل شغله يعني. ماكو يعني يعني شلون يعني نحدد والله ما تعرفين شنو معنى كلمه فرعون باللغه العربيه؟ القوي الجبروت. فرعون المتجبرت يعني، القوي المسيطر يعني. فرعون اعتقد يعني مثل المثل يقول يعني بغيناك فرعون صرت فرعون، يعني اللي يقلب على الإنسان الثاني، أو إنه متجبرت يعني القوي مسيطر. أنت ماخذ صفة فرعون اللي كان يتصف فيها وهي الجبروت، إحنا نبي معنى اسم فرعون. معنى اسم فرعون، فرعون كان من قبل يعني من زمان كان حاكم مصر،
وكان ملك وشخص متجبر ومتسلط، والناس أي واحد يقول بغيناك عون صرت فرعون زين، ولكن نبي كلمة فرعون على من تطلق لها معنى. فرعون على الشخص يعني مثل ما تقول متوحش اللي يعني ما ايش اقول لك يعني متوحش اللي فرعون اللي يعني فرعون اللي يعني يطغون على شو اسمه مثل واحد يعني رئيس فرقه شيء انا ما ايش اقول شلون رئيس فرقه مثل ما تقول كابتن يعني يعني لا مو كابتن بس يعني مثل ما تقول يعني الحائز على كل شيء الحائز على كل شيء يعني تقصد المتسلط يعني الرد والرد على المتسلط متسلط لا مو هي ما هي جبار يعني جبار ظهر وايد تسمع عبد الحليم حافظ جبار في أسوته قمة الهرم أو الإنسان اللي ما يحتاج حق عون. تعرف أخوي ما معنى كلمة فرعون باللغة العربية؟ كلمة فرعون هو المتسلط على الناس ويجيب حكي يودي حكي. أخوي تعرف ما معنى كلمة فرعون باللغة العربية؟ هي معروفة حتى في القرآن بيقولوا فرعون ذو الأوتاد، يقصد بها ممكن يكون هو يمتلك ناصية الأمور في نفس القطر أو البلد من تحت أرضها اللي فوق أرضها، ده معنى في كلمة فرعون اللي هي المفروض تكون مفسرة أنه هو الحاكم الناهي بما يملك من تحتها لأرض فوق. أنت قاعد تفسر الآية بما كان عليه فرعون من ملك كان يمتلك شغله، ولكن فرعون على من تطلق؟ تطلق على شيء معين أستاذ؟ معنى يعني التفرع من... التفرع امتلاك يعني نقول مثلا ايه عمليه التملك تحت وفوق تفرع الشيء او امتلاك ناصيه الامر كله كافه. السؤال ما معنى كلمه فرعون؟ معنى كلمه فرعون باللغه الفرعونيه بقى عندي جواب ليها؟ لا دي ما عنديش جواب اصلا انا علمي مش دراستي ادبيه. اخوي دائما يعني نعرف اسم فرعون، تعرف ما معنى كلمه فرعون باللغه العربيه؟ اللغة العربية البيت الكبير على ما أعتقد البيت الكبير أو البيت العظيم يعني اسم البيت العظيم ما دام قلت أنت البيت أهي البيت العظيم ومجازا يقال إن البيت الكبير فرعون معناته البيت العظيم. يا سلام عليك موجودة في كل المعاجم والقواميس فرعون البيت العظيم أو البيت الكبير مثل ما قلت. إذا أنتوا تأكلوا التمر حنا نعد الطعام من على الكلام هذا على ياله على هبال يا فرعون. تعرف عليك؟ علي الدهاني. علي حياك الله اخوي علي. اخوي علي شركة جواد ومحمد ناصر الأربش اللي بشارع عبد الله السالم فرع الألماس خلف مسجد الفهد سوق الذهب المركزي تليفون 246-164-1644 و 246-164-3 اعطوك جائزة عبارة عن خاتم ذهب بقيمة 81 دينار. متزوج انت علي؟ اي نعم متزوج. حلو. البيت الصيني اللي بحولي شارع تونس تليفون 264-446-83 اعطوك جائزة عبارة عن احواض فخار برتقالي بقيمة 40 دينار. شركة محامص ومطاحن بن العميد اللي بالسالمية شارع سيد ياسين تليفون 573-3776 اعطوك مشتروات بن بقيمة 25 دينار. شكرا يا علي وكل عام وانت بخير. وانت بخير صح سلام يعطيك العافية. هلا والله. فكر واربح فكر واربح. البيت الأبيض قصر الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يسكن في البيت الأبيض القصر الرئاسي، حاليا اسم البيت الأبيض، سابقا شنو كان اسمه؟ قبل البيت الأبيض قبل شنو كان اسمه؟ نفسه ما تغير. شنو قال؟ وايت هاوس يمكن ليه ترجمتها البيت الأبيض. ها والله ما عندي فكرة. البيت الأبيض وخليك معي، البيت الأبيض هو القصر الرئيس الأمريكي، أي رئيس أمريكي ينتخب يصير مقره البيت الأبيض. تعرف أخوي الاسم السابق للبيت الأبيض اسمه؟ البيت الأبيض؟ أي
لا والله ما تعرف اخوي شو اسمه؟ لا والله ما عندي فكره. تعرف البيت الابيض سابقا شنو اسمه؟ البيت نفسه البيت الابيض؟ أيه. ما ادري انا بخمن على اسم جورج واشنطن رئيس هذا اول رئيس. هاي تخمين سؤالك صعب. البيت الابيض المعروف انه هو المقر الرئيسي للرئيس الامريكي، اي رئيس امريكي ينتخب ويصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يكون مقر الرئيسي البيت الأبيض. حاليا اسم البيت الأبيض وكل يعرفه. تعرف سابقا البيت الأبيض ماذا كان يطلق عليه؟ كان القصر الرئيسي. قصر الرئيس. قصر الرئيس. هذه هي الإجابة الصحيحة. بما أن صاحبك معك راح تناصف الجائزة. اسمك أنت؟ عبد العزيز. أنت؟ فيصل. فيصل. حياكم الله. مؤسسة لؤلؤة الهديب للتجارة العامة والمقاولات اللي بالسالمية شارع البلاجات تليفون 574-04-04 أعطوك جائزة عبارة عن كرسي كمبيوتر زائد جهاز مساج للجسم اسمه مايكرو فينجر زائد جهاز مساج للرجل زائد عدد 6 ساق الزرع اوتوماتيكي بقيمة 70 دينار في شركة صباعيس العطار يا عبد العزيز للمجوهرات اللي بسوق عقارة الكويت الطابق الأرضي محل 130 تليفونهم 2446775 أعطوك قطعة ذهب محفور عليها صورة بالليزر في شركة محمود حيدر وشركاء التجارية اللي بحولي شارع تونس بناية حمود عبد الله مجرين تليفونهم 2626354 أعطوك مشتروات أثاث بقيمة 50 دينار في تاكسي البريطاني أجرة تحت الطلب خدمة 24 ساعة يا عبد العزيز اللي بالبروانية شارع الهوليدي إن زين مكتب واحد رقم واحد بدالة 47443333 أعطوك كوبون دفتر بقيمة 25 دينار خدمة توصيل إذا ما عندك سيارة عبد العزيز تروح وترد على السوق على كيفك. فكر واربح فكر واربح. دائما إذا قلت لك مرحبا أختي تقولي لي هلا أقول لك أنا فلان تقول لي يعني أعرفك يعني وهل يخفى القمر يعني دائما هذه كلمة تقال. تعرفين وهل يخفى القمر هذه من وين جاءت؟ هل هي مثلا يعني بيت شعر مثل منو قايلها؟ أعتقد إنه بيت شعر حق منو؟ والله الفكرة ما أدري بس هو أعتقد إنه بيت شعر يعني. إحنا نقول لك كلام الصح بيت شعر ولكن يعني هذا الجزء الأخير من بيت الشعر. تعرفين من القائل اللي قبل الكلام اللي قبله؟ روح. والله ما عندي فكرة بس أعتقد إنه هو يعني بيت شعر. تعرف هل يخفى القمر هذه هل هي بيت شعر يعني قول مأثور من قائلها؟ والله هو مثل عربي شائع يعني وهل يخفى القمر يعني بس من اللي قالها والله ما بعرف. جملة وهل يخفى القمر هذا من وين جاية؟ هل هي بيت شعر مثل قول مأثور؟ قول مأثور هذه قالها أبو فراس الحمداني. قصدك شعر أن أبو فراس الحمداني يقول شعر. أوكي تعرف أخوي؟ لا والله ما عندي سلبيات لك. هذا أخوي شعر. شعر من اللي قايله؟ أعتقد عنتر. تعرفون من القائل وهل يخفى القمر؟ من عبد الله حنيان. وأنت؟ قيس. أكيد قايله واحد حلو. أكيد واحد حلو قايله مثله يعني. اللي قال والله أعتقد عنتر بن شداد. شكرا لك. وهل يخفى القمر؟ سامعين بالجملة هذه وهل يخفى القمر؟ سامعين. أخوي سؤالنا يقول تعرف من قائل وهل يخفى القمر؟ إيليا أبو ماضي. أساس أعطيك المجال قال إيليا أبو ماضي مو صحيح. إيش تبي بعد؟ والله ما عندي خبر. ها؟ ما عندي خبر والله. ما عندك خبرة بالشعر؟ لا يعني بس بهذا ما أدري عنه يعني. من القائل وهل يخفى القمر؟ أبو فراس الحمداني. ها؟ رامي. شاعر أحمد رامي. إيه. زين. ها؟ يمكن عنتر. زين شاعر أموي. شاعر أموي. عطيتك إياها. أبو فراس الحمداني. غيره. الفرزدق. غيره.
توصوا توصوا ما احد لا والله خلصوا شكون وهل يخفى القمر هذا بيت شعر لشاعر معروف اصبح متداول بين الناس مثل المثل نعم. تعرف من اللي قايله والله شاعر اموي مار علي هذا والله عمر بن ربيعه عمر ابن ابي ربيعه ابن ابي ربيعه نعم تمام هذا هو راح نعطيك جائزتنا اذا قلت لي هذا بيت شعر يعني وهل يخفى القمر هذه قفله هو كان يحاور ثلاث بنات تعرف هالبيت الشعر شلون قايل والله والصغرى لقد تيمتها انت نزلت علينا بالاخير قالت الصغرى وقد تيمتها نجيب لك البيت من قبل اي نعم هو هذا الشاعر عمر من ابي ربيعه قال يعني يقول قالت الكبرى اتعرفنا الفتى قالت الوسطى هذا عمر نعم قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر نعم هذا البيت بما انك قلت انت الصغرى نعم. وقد تيمتها نعم. اذا انت تيمتني راح اعطيك الاجابه اعطيك الجائزه حياك الله الله يسلمك اخوي دار اليقظه للصحافه والطباعه والنشر اللي بالشويخ شارع الصحافه تليفون 4831431 و4834986 اعطوك جائزه عباره عن اشتراك ب 25 دينار في مجله اليقظه و25 دينار نقدي في البيت الصيني اللي بحوالي شارع تونس تليفون 2644683 اعطوك جائزه عباره عن احواض فخار برتقالي بقيمه 40 دينار في بعد في شركة نظارات العسلي اللي بالفروانية شارع المطافي عمارة مبارك الصيفي تليفون 4712626 أعطوك جائزة عبارة عن نظارتين سيناتور بقيمة 50 دينار مشكورين. شكرا يا قمر سلام يا قمر ما دام معايا القمر مالي ومال مالي ومال السهر مالي ومال ما دام في مثل كويتي وشاركيها معه يقول يعني كل ناس لهم ناس وكل يعني اقفليها بحرف السين كل ناس لهم ناس وكل كملي آخر شيء سين كل ايش تبين بعد كل ناس لهم ناس وكل جنس لهم أجناس شون كل جنس لهم أجناس ها يعني تحور الموضوع حولي كل جنس لهم إحساس حرف السين ماشي معاكم كل ناس لهم ناس وكل هو فيها جنس وأجناس كل ناس لهم ناس وكل قفليها بحرف السين كل ناس لهم ناس وكل حبيب ولا حبيب كل ناس لهم ناس لهم ناس وكل هم كمل المثل والله ما اعرفه ما اعرف عنك الحين مشكور يعطيك العافيه كل ناس لهم ناس وكل اقفلها بحرف السين عاد انت والله يمكن بالاخر بالفاس تصير ريس ساف البريخه اللي منك يلا والله يمكن بالاخر بالفاس تصير كل ناس لهم ناس نعم وكل اقفلها لي بحرف السين كل ناس لهم ناس وكل الناس اجناس كل ناس شوف كل ناس لهم ناس لا تغلطنا ابو راشد كل ناس لهم ناس وكل ثوب اي كل ثوب الباس. لا الباس لا الباس خلاص ما اعطيك اياها ما في كل ناس لهم ناس وكل ثوب له لباس لا لباس قول قول ابو راشد مره ثانيه كل ناس لهم ناس لهم ناس وكل ثوب له لباس له لباس يعطيك العافيه يا ابو راشد جائزه حق راشد
أخوي محد ألفة لتدريب الكمبيوتر الأهلي اللي بحولي شارع بن خلدون مركز العثمان الجديد مكتب 109 تلفونهم 2664106 أعطوك جائزة عبارة عن 30 دينار نقدي في شغلة حق المدام اللي هو صالون كاساندرا للسيدات الفروانية خلف فندق هوليداي إن تلفونهم 4730092 أعطوك جائزة عبارة عن خدمات متنوعة من أعمال الصالون بقيمة 50 دينار هذا اللي قلنا حق أم راشد كل عام وانت بخير والله يعطيك العافية الله يعطيكم العافية سلمون عيل العزيز المشاهد تابعنا يمكن نعجبك فكر شوية وجاوب صح جواز قيمة حلوة ترضى فكر شوية وجاوب صح جواز قيمة حلوة ترضى